مرحبا بكم في قناتنا أخبار تونس اليوم، مقدم جديد لبرنامج صفي قلبك على قناة الحوار التونسي. أعلنت قناة الحوار التونسي أن مقدم البرامج بنفس القناة سامي بنور سيعوض جعفر الجسمي في تقديم برنامج صفي قلبك. ويذكر أن الممثل ومقدم البرامج الإذاعية والتلفزية جعفر الجسمي غاب عن تقديم البرامج بعد وفاة والدته يوم السبت الفارط 1 فبراير 2020.